بيت الاتصال مباشرة بالخبير الاقتصادي السيد أحمد طرطار، أهلا بك سيدي. مرحبا، أهلا وسهلا. إذا سيدي فاضل، تذبذب في أسعار النفط يقابله النقص في إنتاج المحلي ومن ذلك أعباء أخرى على الاقتصاد الوطني. إذا ربما كيف تفسر هذا الوضع السائد في الجزائر؟ والله هو وضع لا نحسد عليه بحكم أنه لم نستثمر البحبوح المالية اللي كانت موجودة سابقا استثمارا جيدا أولا، وثانيا لم نستقرأ توترات الأزمة منذ نوفمبر الماضي إلى يومنا في هذا، وعليه فنلاحظ باللي برامج الحكومة وتصريحاتها متذبذبة بحكم عدم وجود استراتيجية متكاملة أولا لمواجهة أزمة النقص في الموارد الجبائية، وثانيا للتصرف في الموارد المالية اللي كانت موجودة خاصة في الصندوق المعروف بصندوق تعديل الواردات. نعم، وهذا ما خلى الحكومة غير مستقرة على رأي صواب. طيب كيف يجب أن تتعامل الجزائر مع هذا الوضع في عجالة؟ والله هو أولا لا بد للجزائر أن تذهب باتجاه التكتلات الاقتصادية خاصة مع دول الجوار، سواء كانت في سياق المغرب العربي أو في سياق الإفريقي أو في السياق الأفرو آسيوي أو ما شابه ذلك، بحيث أنها تستطيع أن تخطو هذه المرحلة بنوع من الثبات ونوع من الروية ونوع من عدم نقدر نقول انعكاسات الأزمة العالمية على الدول الكبرى باتجاه الجزائر، هذا رقم واحد. ثانيا أن ترشد من نفقاتها الترشيد الجيد وليس الترشيد نتاع الكلام الاستهلاكي اللي هو خاص ببعض القطاعات دون قطاعات أخرى، كذلك الاعتراف بوجود مشكلة قائمة. لحد الساعة التصريحات تاع الطاقم الحكومي متذبذبة في هذا المجال. لا 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 نستشف من خلال تصريحات الطاقم الحكومي أن هناك أزمة حادة، وهذه الأزمة ناتجة عن نقص مواردنا وناتجة عن بالتالي نضوب مواردنا المالية بشكل أو بآخر. طيب في هذه الحالة هل ستعود الجزائر إلى المديونية إن استمر الوضع على حاله، خصيصا وأن الجزائر هناك تراجع أو أزمة نفطية تفرض نفسها اليوم في السوق؟ نعم، إذا ما استمر الوضع على حاله فالمديونية شر لا بد منه، وبالتالي لا بد من مواكبة التطورات الاقتصادية بالاستعانة بالآخرين، وهذا أمر عادي. فقط أن يكون المديونية متجهة باتجاه مثلا نقدر نقول المواضيع اللي هي مواضيع حساسة وليس المواضيع اللي ربما من شأنها أن تهدر جزء من المال أو تؤدي إلى نوع من الإسراف في تبذير المال أو ما شابه ذلك، وبالتالي المديونية تكون مقرونة بمحاربة الفساد. طيب.